اليوم هو طبعا يوم 10/10 او 10 اكتوبر، هو الذكرى لحياة اليوم العالمي للصحه النفسيه. واحنا كمركز طلابي يعني كمؤسسه طلابيه نهتم بالمجال الطلابي وغيره، فحبينا نحيي اليوم هذا نوعا من ما من التوعيه بمجال الصحه النفسيه، توعيه مجموعه من الشباب والناس عن البرنامج هذا. حاليا فكره البرنامج هو عباره عن حوارتين، الحواريه الاولى تتكلم على دور المؤسسات المجتمع المدني في عمليه الصحه النفسيه، والحواريه الثانيه تتكلم عن الصحه النفسيه والطلاب والمشاكل ممكن يمر بها الطلاب وكيف يتجاوزوها نفسيا سواء ذلك اثناء فتره الامتحانات او خارج فتره الامتحانات. حاليا عندك البرنامج هذا حاليا هو من تنظيم مؤسسه المركز الطلابي ومؤسسه ممكن للتوعيه والاعلام وبالتعاون مزبوط بس. تمام، مرحبتين بك، الله يسلمك.